وهنا أضيف لكم معلومة قد لا يعرفها الغالبية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فقير أيها السادة كما يحاول أن يعني يبين بعض عشاق الزهد ومن يدعو الناس للزهد والزهد السلبي. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان غنيا، كان له خمس الأنفال والغنائم، الأمة بكاملها في كل فتحة، البلاد التي تفتح غنائمها أثناء القتال وفيئها بالمصالة بالقتال، كان خمسه للنبي صلى الله عليه وسلم، ملكه شرعا ملكه الله، فإن خمسه لله وللرسول، خمس يتصرف به كما يريد صلى الله عليه وسلم. كان يأتيه نصيبه صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات، قامة الرجل ذهبا، الرجل واقف كوم الذهب بطول الرجل، ملكه صلى الله عليه وسلم، لكن كان يختار التجرد عليه الصلاة والسلام، كان لا يقوم مقامي حتى ينفقها في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهو كان غنيا باذلا، وكانوا يصفون صلى الله عليه وسلم ما وصفوه مرة بالفقر أبدا، كان وصفه دائما بالغنى. مثلا حينما تقرأ حديث الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، هذا دليل غنى أم فقر؟ غنى. لما كان تقول كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لقد أعطى صفوان بن أمية في موقف واحد أعطاه وادي كله مليء بالإبل والغنم والماعز مع الرعيان الخدم، يعني وقف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى نصيبه، كان نصيبه وادي من الغنم والإبل كلها له، فوقف في جانبه أحد زعماء الشرك صفوان، وكان يحب الدنيا كثير، فقال نظر إليه مندهش، قال إن هذا لكثير، قال له صلى الله عليه وسلم أعجبك يا صفوان؟ قال بلى يا محمد، ما كان مسلم بعد، قال خذه فهو لك، قال أتهزأ بي؟ ما عرفناك إنك تضحك على الناس يا محمد، نعرفك غيرك، قال خذه فهو لك، قال أسوقه؟ قال سوقه. نزل ساق ومشي حتى إذا وصل على مشارف قومه ناداهم من بعيد، يا قومي آمنوا بمحمد فوالله إنه رسول الله، لأنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. مين يعطي هالعطاء هذا؟ إذن كان غنياً أم فقيراً صلى الله عليه وسلم؟ كان غنياً بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، بل أن الله أول ما أنزل في المنة عليه قال وجدك عائلاً فأغنى، ما قال فوجدك غني فأفقر، عائلاً فأغنى. فالذي يقول لكم أن صلى الله عليه وسلم كان فقير غير صحيح، صلى الله عليه وسلم كان فقير لكنه كان باذلاً، قال أنفق بلالة ولا تخشى من ذي العرش إقلالة صلى الله عليه وسلم، كان كل الثقة بيده. فلما غادر الدنيا غادرها بميتة هادئة وادعة، أدى الرسالة فيها وبلغ الأمانة وأقبل على لقاء الله سبحانه وتعالى وهو مطمئن تام الاطمئنان على دعوته ورسالته وعلى أمته من بعده بأنه أدى الأمانة حق الأداء.